هذه أميمتي تقول إنه أرسل له واحد اليوم يسأله عن عرق أنسة، وتقول إنه كثير يسألون عن عرق أنسة، ويقول ما أبي علاج يعني تسوي أو فصد، هذا غالب علاجاتها عرق أنسة فصد أو تسوي. وقلتي له هانتي اللي هو شو؟ قلت له هنا قرفة يشرب القرفة. القرفة اللي هو اللي ينسون هو اسمه. لا لا قرفة. درسين إيه. أحد يسمي قرفة وأحد يسمي درسين. يطحنوا يحطوا بالزمزمية، يحط عليه ماء مغلي ويتقهوى الصبح. وش كثروا يحط بالزمزمية؟ ملعقة على زمزمية لتر واحد. زمزمية لتر واحد إذا يبي ملعقة، وإذا يبي نص ملعقة نص الزمزمية. وبعدين شو اسمه اللي يبي عاد تايد عليه، يبي يحط يدهن بلية، سهل عليه يدهن بلية الكبشة اللي أبو شدهن شدهن يموع لية. وش يدهن وش يدهن؟ رجله يدهن من أول إلى آخر، يدهن رجله اللي من نتوجعه بسبب عرق أنسة يدهنه بأليات وشي؟ بزيت يموع أليات الكبش، يدهنه بالزيت ويدفيه أليات الكبش. يموعه ومن ياخذ هذا لا برد يبدأ يدهنه. يدهن بوه له صاخن ما يخاف، بس ما هو مو حر متوي. يدهن الرجل من كعب رجله إلى ورد، وهو يغطيه. يدهن الرجل كاملة يعني يدهنه ثلاثة أيام. وش اسمه والقرفة يشربه على الفراغ الصبح قهوة، إذا كان ما يستخدم أسبرين. ممتاز. مهم جدا، لان شو اسمه القرفه مسيله للدم، مسيله بس ما لها ضعف مثل السبرين. ممتاز إيه؟ هذا جواب للناس كلهم اللي يعانون من موضوع اللي هو شو اسمه هذا عرق أنسة. إيه؟